محمد شاب في مقتبل العمر من وادي سوف، يعشق رعي الإبل والاعتناء بها. نعم، متربي مع البل من الصغر، هي تمشي في الدم. البل نوكل ونشرب وهنا التو معه، وش عنديرو وانا مع البل. نخرج البل من الاسطبل ونرعى بيه، ومن بعد نرجع نورمال عادي، حاجه عاديه. هذاك تسرح تاكل كتب ربي وترجع، فهمتي كيف؟ نسرح ونشرب ونوكل ونحلب ونعقل ونولد، والدنيا كل البل هذه ماشيه في الدم، فهمتني كيف؟ ثروه الابل يسهر على تربيتها العديد من الرعاة، فهو عمل مضن ويتطلب صبرا وطول نفس، فهم يمضون أياما وليالي في عمق الصحراء. نظرت من اللي حليت عيني في الدنيا هذه، حليت عيني في البل لهذه الساعة. كما راك تشوف رانا الوقت الحالي رانا نربوها ونبيع ونشرو فيها، والحمد لله. احنا البل هذه بعد رانا وارثينها من الجدود. بالنسبة لتربيتها راهي صعيبة، وما يقدها كان اللي هو نايف فيها واللي هو كما نقولوا متربي فيها. اي بالنسبة للبلة راهي واعرة، العبد اللي ما يعرفهاش راه ما يقدر لهاش. تربية الإبل أصبحت صعبة اليوم، لكن تمت صعوبات أخرى غدت تهدد استمرارها، ومن بينها الجفاف ونقص الكلى، وهو ما يثير قلق مالكي هذه الثروة. من 77 ما تفرقتش ناوي البعير، اليوم أنا هذا العود والبعير والنعجة والناقة، اليوم أنا هذا وناراني مولاها وحدايها. ربيت أجيال وكونت أجيال وكونت أولاد وكونت عوائل وكونت خدامة وكونت كل شيء، الله يبارك من هالثروة هذه. العلف احنا عندنا زويل الله يبارك بزايد، والعلف ما هوش مزينة، العلف مش مزينة، العلف بأسوام غالية البرة، وعطينا الدعم نتاع الشعير ودعم من خاله، اللي ما مش مزينه مش مكفينا، اللي عنده 150 ولا 200 زايله وش هتزيه يرحم والديك. ورغم ذلك تبقى ثروه الابل محور حياتهم، فعلاقاتهم بها تجاوزت المنفعه الماديه، بل هي قصه الفه ووئام.